عن طريق السيارة اللي هو مكتمل الآن أنا أشوفه من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب راه مكتمل. بقى فيه هذا المشروع هذا الجزء هذا المقطع اللي راه كان فيه وقع فيه مشكل اللي هي في 2014 وعندها شركة هنا الوطنية اللي راهي تقوم بإشغال أو تهيئة هذا المشروع. راكم تشوفوا باللي التهيئة هذه هي مركبة وفيها معقدة وفيها تكون دقيقة ولهذا يكون الإنجاز راه يكون العملاق لأن كان فيها تلاشي كل التربة حول هذا النفق وإن شاء الله كل هذا كل التجهيزات الأمنية تكمل في الثلاثي الأول للعام المقبل 24 ونكون نقدر نستغلوه بصفة جزئية. احنا في انتظار النفق الثاني اللي هو رايح يتكفلوا به الآن باش ضمن منهم باش في أواخر 24 نقدروا نستغلوه.